وأقول لكم دلوقتي على خبر مهم، إن جاءتنا أنباء تؤكد أن السوبر الإفريقي، جاءتنا أنباء حصرية وأخبار دلوقتي إن السوبر الإفريقي ما بين الأهلي بإذن الله تعالى، ربنا يكرم الأهلي، وما بين الرجاء بإذن الله تعالى سيكون في الدوحة في سبتمبر القادم. أهو عشان بس حضرتكم تبقوا معانا ومركزين، جاءتنا أنباء الآن أن السوبر الإفريقي ما بين الأهلي والرجاء سيكون في الدوحة في سبتمبر القادم، وبالتحديد يوم 25 سبتمبر القادم. وصلتنا هذه الأخبار للتو، السوبر الإفريقي ما بين الأهلي والرجاء بإذن الله تعالى إن شاء الله 25 سبتمبر القادم في الدوحة بقطر. 25 سبتمبر القادم الأهلي والرجاء البيضاوي في السوبر الأفريقي.